مانشستر يونايتد ضد ارسنال وبعدين في اليونايتد يا جدعان والله ماجواير قعد دكه وبعدين بقى يطلع لنا برونو فرنانديز. ارسنال النهارده مش عارف اجيبها منين ولا منين بجد، من ارتيتا ولا من اللعيبه؟ يا جماعه اللعيبه دي لسه شباب وبتعمل كده، فدي حاجه بجد بسم الله ما شاء الله على ارسنال. 3-1 لارسنال على مانشستر يونايتد في صراع المركز الرابع عشان يتاهلوا للتشامبيونز ليج. والدون الحزين بيوصل للهدف المية ليه في البريمير ليج، وبقى هو الاول لاعب في تاريخ كره القدم يوصل ل 100 هدف في البريمير ليج و100 هدف في الدوري الاسباني، وحصائد كتير كده وبعملها في فيديو لوحدها. انا عايز افهم حاجه، برونو فرنانديز من قريب اخذ ضربه جزاء وضيعها، كريستيانو رونالدو اخذ فاول وجابه من على بعد كيلومتر، ما تديله ضربه الجزاء دي حاسمه يعني، مش وقته انانيه خالص. حرفيا ده برونو فرنانديز النهارده. انني النهارده بجد بسم الله ما شاء الله عليه، لو التاني ماتش على التوالي يا رب يستمر على نفس الاداء ده. وعايز اقول تشاكا جاب حته جول مش طبيعي. هارد لك لجميع اليونايتد، مبروك جميع.